السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أحمد العزازي من قناة الزراعة اليوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في متابعة ميدانية وإحنا في الأجواء الهواء ولسه البرد، وإحنا في شهر 3 النهاردة 20/3/2023. زي ما حضراتكم متابعة المزارع الأزولة، وبسم الله ما شاء الله، بس الجو يدف شوية والدنيا تمشي. وطبعا برضك بسم الله ما شاء الله اللون معقول، بس مستني شوية دفى، لأن أغلب ال دلوقتي الصوب المغطاة هي اللي شغالة. ولكن الحمد لله في مقاومة من الأزولة ومؤقلمة على المية المالحة شوية وبرودة الجو. بسم الله ما شاء الله، حضراتكم شايفين بنتابع معاكم اللون ماشي الحال، وإن شاء الله إنتاج وفير إن شاء الله، ونشوفكم على خير في فيديوهات قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.